أعلنت السلطات الإيرانية انتخاب محمد علي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في البلاد، وانتخب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا ولمدة عامين بحسب النظام الداخلي للمجلس. يذكر أن انتخاب مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا جرت في بداية مارس الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي. وتتمثل مهمة مجلس خبراء القيادة الأساسية في انتخاب المرشد الأعلى، وولايته تمتد لثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب.